الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرفة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 51 بعد 100 على 1. تفضل الشيخ مخصوص. القضية الفرعية. الوالد عنده كلام حولها، والشيخ أبو مالك والدكتور ربيع وكثير من المشايخ عندهم كلام على لأنهم ذهبوا على هذا الموضوع. أي تفضلوا ما عندكم اسمع وأنا استفيد. جاهزين الأخوان كما علمت أنت، يعني وحدة الزيادة ما هي موجودة عندكم؟ نعم. هل عدم وجود وحدة القيادة يعني يسوغ لنا أن نزيد في الزيادة مع هؤلاء؟ يسوغ لنا ماذا؟ أن نوافق أو نقول لبعض المسلمين اذهبوا مع هؤلاء المشاهدين. هذه واحدة. الثانية موضوع الوعي السياسي. نعم. هل هذا الوعي السياسي موجود عند هؤلاء المشاهدين وقادتهم؟ ليس موجودا. أيضا كذلك بالنسبة لموضوع موضوع العقيدة، هل هي موجودة عند كل القوات؟ ليس موجودا. طيب إذا مثلا نحن فرطنا في شبابنا متعلم الواعي الفاهم العقيدة ورمينا بهم في أحضان هؤلاء، وهؤلاء كما عرفنا وعلمنا لأننا ذهبت إلى هناك شوف بعض الجماعات منهم يذهب مع الجماعة ثم بعد ذلك يأتي في جبل من الجبال إلى الخلف ويكون عنده عقد ويقتل بعض رفقائه لأنه إما أن يكون شيوعي أو يكون أشعري أو يكون صوفي خرافي أو شيعي. قال شيوعي. شيعي. فيفعل ما كيف نأتمن أمثال هؤلاء على شبابنا ونحن نعدهم لخير ولقيادة جيدة قيادة فيها وحدة الرئاسة والعام؟ أنا هذا بارك الله فيك أن هذه الأسئلة النقطة الأولى، وهي هذه البلاد أي البلاد الأفغانية هي بلاد إسلامية أم ليست بلاد إسلامية؟ وأنت سمعتني أقول في كل الأسئلة التي سألت عنها ليسوا كذلك إلى آخره. هل نخرج بنتيجة أن هذه البلاد هي بلاد غير إسلامية؟ أنا ما أظن إنسانا من هؤلاء الأخوان الذين أشرت إليهم وسمعنا عن غيرهم أيضا أنهم يقولون بأن هذه البلاد بسبب ما فيها من انحراف عن الإسلام إما في العقيدة وإما في العبادة أو في غير ذلك تخرج عن كونها بلاد إسلامية وتلحق بالبلاد الكافرة والمشركة. أي لا تصور مسلم لا يفرق بين البلاد الأفغانية وبين البلاد الروسية. ما أظن إنسانا يصل الأمر إلى هذا التوحيد وعدم التفريق بين الذين هاجموا البلاد الأفغانية وهم كفار مشركون ملاحدة وبين البلاد المهاجمة وهي بلاد إسلامية. إذا كان الأمر كذلك كما أقول، أنني لا أعتقد أن أحدا يقول في البلاد الأفغانية إنها ليست بلاد إسلامية، إذا يبتدئ الكلام في ادعاء أن هذه البلاد بلاد إسلامية. من هنا يكون منطلق البحث ونقاش رأيين متباينين. أما رأسا نور من الإشكالات السابقة وأمثالها أنا على ذلك خطأ مجسما. فمن كان من هؤلاء كما أعتقد يوافقني على قول هذا أن هذه البلاد هي بلاد إسلامية على عجرها وغجرها
حينئذ نقول إذا وليت بلاد إسلامية ما يعني بالمسلمين؟ أنا أعتقد الحالة هذه لا ترد تلك الأسئلة كلها إطلاقا، تلك الأسئلة ترد كما كنا ولا نزال نقول أنه إذا قامت جماعة تدعو للجهاد في سبيل الله نشترط في هذه الشروط كلها التي ذكرت، ونشترط على الرأس أن يكون هناك خليفة مبايع من المسلمين. لكن الدفاع عن البلاد الإسلامية غير إعلام الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى. فأنا وفوق كل ذي علم عليم لا أعلم أن أحدا من علماء المسلمين يشترط حينما اتفقوا جميعا على أنه إذا وليت بعض البلاد الإسلامية من الكفار أنه يجب على المسلمين وجوبا عينيا أن يخرجوا لدفع هذا العدو الذي هاجم جانبا من البلاد الإسلامية. أنا لا أعلم أن أحدا يشترط أن تكون هذه البلاد كلها متفقة على عقيدة واحدة وعلى رأي واحد، لكن يكفي أن تكون بلاد إسلامية وكفى. إذا كان الأمر كذلك فكل هذه الإشكالات والشبهات غير واردة. قل مثلا مما يعني بقي في ذاكرتي مما سمعته منكم آنفا، كيف نرمي لشبابنا في ذاك المكان معركة غير متكافئة؟ نعم معركة غير متكافئة. يعني نحن إذا سمعت أقول أن هذا القول لا يرد، لأن نحن عم نرمي في الجهاز في إقامة فرض ربنا عز وجل فرض علينا. بعبارة أخرى، إما أن نقول أن الجهاد هذا فرض أو ليس بفرض، بل أستدرك الآن على نفسي وهذا لعله من الدقة في التعبير، مبدئيا إما أن نقول يجوز هذا الجهاد أو لا يجوز. ما نقول فرض عين يعني. اسمح لي. نعم. يعني الآن في عندنا ثلاث مراتب. نعم. يجوز الجهاد، أيوة يجوز الجهاد، هو فرض كفائي، هو فرض عيني. فالآن أنا بدأت وقلت أستدرك على نفسي هذا أسلوب البحث وطرح المسألة لتتجه للجميع. أنا أبدأ الآن كلام أقول الجهاد هناك إما أن يكون جائزا أو أن يكون غير جائز. فأنا أنطلق من هنا وأريد أن أتلقى الجواب، يجوز الجهاد هناك أم لا يجوز؟ كذلك أقول من عندي وأرجو أن لا يخلي الله ظني كما قلت آنفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الجميع؟ بخير الحمد لله. والله بخير الحمد لله، ماشي الحال. ما أدري الإشاعة التي يعني جاءتنا من بلادكم هناك، ما أدري ما أصلها، أن الشيخ في المستشفى ومدري إيه والآخر يتنبؤون سلفا. ما علمت هذا، ولا كثير ناس اتصلوا معنا هاتفيا حتى لأول المرة، بالرغم أني أنا يعني نادر اتصال مع مكتب الشيخ من بعد، فاتصل أحد الموظفين عنده في الدار ولم أكن فيها، فيسأل عن الشيخ وأنه كيف حاله وبخير، بلغنا أنه في المستشفى. لا ما عندنا الخبر هذا كله، الحمد لله طيب، وهلا هو ذهب إلى المسجد من الكلام هذا. ثم بعد ذلك اتصل في شهري هناك همام في جدة، يعني عديد الأخبار طبعا كما نعلم جميعا، وما أفت الأخبار إلا رواتها، إنسان سائعا أو عمدا يشير خبرا غير صحيح يتناقضه الناس ويصبح خبرا متواترا. الحمد لله ما سمعتم شيئا من هذا، ونحن كذلك الحمد لله ما سمعنا. الحمد لله. نعود إلى ما كنا فيه. نعم. كان البحث حول الجهاد في أفغانستان. أنا لأول المرة خطر في بالي الآن، لأنه طرحوا بعض الأفاضل الحاضرين الآن بعض إشكالات نقلوها عن بعض إخواننا هناك عندكم في المدينة.
خطر في بالي أن أشير في البحث في هذه النقطة على طريقة ربما لأول مرة أتعرض لها، فأقول الجهاد في أفغانستان إما أن يكون جائزا، وإما أن يكون فرض كفاية، وأن يكون فرضا عينيا. وقلت قبل ذلك البلاد الأفغانية لأنه كان جملة الإشكالات التي طرحت آنفا أنه فيها أحزاب وفيها تكتلات صوفية وشيعة وما شابه ذلك، وكان السؤال هل تعتقد أنه يعني هذا الأشياء موجودة؟ كان جوابي طبعا بالإيجاب نعم نعم نعم. لكن بعد ذلك أنا أوردت السؤال التالي، وهو على رغم من الأشياء أن هذه البلاد إما أن نقول إنها بلاد إسلامية أو أنها بلاد غير إسلامية، وزدت الأمر إيضاحا، إما أن نقول لا فرق بين البلاد الأفغانية المهاجمة وبين البلاد الروسية المهاجمة، أي هؤلاء كفار ومثل ما بيقولوا الآن أزيد من عندي على ما قلت آنفا، يعني مثل ألباني ترجمته سن الكلب في لحم الخنزير، هل يقول مسلم هذا الكلام؟ يعني إذا هاجم الروس بلاد الأفغان يعني شو بيقول عنكم مثل يشابه هذا أنه فخار كسر بعضه شايفي، هل مسلم على ولي الأرض يقول هذا الكلام؟ لا أعتقد، هذا حسن ظن يعني للناس. إذا لا مناص لنا من أن نقول أن هذه البلاد بلاد إسلامية على جرها وجرها، قلنا هذا سابقا. إذا رجعنا إلى القول حكم الجهاد هناك بناء على إشكال طرح، كيف نلقي بأبنائنا وشبابنا في تلك البلاد وروح دم هكذا هدر؟ هنا يمكن لابد من النظر في حكم هذا الجهاد، فهو بلا شك يدور إما أن يكون جائزا وإما أن يكون فرضا، ثم هو على قسمين فرض كفائي وفرض عيني. هل هناك مما يمكننا أن نتصور أن مسلما يقول إن جهاد هؤلاء الناس في بلادهم الروسة هو أمر غير جائز، أن يقول أمر جائز؟ الآن أنا أريد أن أتلقى جواب من الحاضرين على اختلاف الآراء، لكن هل يمكن أن يقال إنه غير جائز؟ نحن نقول بالنسبة للأفغان هذا جائز، ولنا أن نساعدهم بما نستطيعه من مال، معلش نحن نساعدهم ونقف معهم. نحن الآن إذا سنهد ما ندخل في التفاصيل، الجهاد هناك جائز أم غير جائز؟ جائز بالنسبة لهم، أما بالنسبة لي أنا في المدينة وأنا جالس هناك وأنا عندي وعي سياسي وأفهم وأعرف أن أمر القتال بين الأفغانيين والروس الموجود الآن مدبر من قبل أمريكا، والأمر في الخليج أيضا مدبر من قبل روسيا، وهناك نزاع وصراع بين قوتين عظيمتين كل واحدة منهما تريد أن تضع لها قدم حتى تزاحم الأخرى، أأتي إلى شباب وثقف ثقافة إسلامية يستفاد منه في كل بلد وأقول له اذهب وسلم نفسك لهؤلاء الروس يقتلوك، سلم نفسك. يعني لما نذهب ودخل في معركة غير متكافئة حتى ما تظن إذا سمحت يا فضيلة الشيخ نعم شيخ أنه يختلف في هذه النقطة أيضا، اسأل أخوان من يضعف شو رأيي في القتال القائم الآن في الخليج وفي القتال في نفس الأفغان، وأنا أقول وهي بعض أخوان موجودين الوقت اللي بقول أن الجهاد هناك فرض عيني وليس فرض كفائيا، بقول ما دام الطريق مفتوح قبل أن يغلق. لماذا؟ لأن أعتقد الذي أنت تقوله، لكن هل هذا معناه أن ندع الأفغانيين لقمة سائغة؟ إذا سمحت كني بيقول عندنا في الشام كني وغطاوة، هل ندع الأفغانيين لقمة سائغة للروس؟ الجواب لا. كما قلت آنفا هل يقول بأن الجهاد هناك غير جائز؟ الجواب لا. لا يقول غير جائز وإنما هو جائز، صح ولا لا؟ لأن بارك الله فيك هذه المقدمات تخرج من المنتج، قبل أن نضع المقدمات المتفق عليها بين الجميع لا يحسن أن نصل إلى النتيجة، صح ولا لا؟ إذا كنت تقول لا سمح الله لأنه غير جائز، إيش فائدة البحث؟ لأنك إذا قلت غير جائز فأنا أقول غير جائز أن ترسل إليه المال،
الله. ويرجع إذا ترسل إليه مسلا صغير، ولذلك أنت لا تقول إنه يرجع. لا هو حكمه حكم من مندوه في بلده، الشخص الذي يكون جالس في بلده. سامحك الله، بقول كلمة وطاها. نحن الآن اتفقنا أن الجهاد هنا جائز، أليس كذلك؟ أنا لا أقول جائز لكل مسلم. جائز عن التصوير. نعم. وكنا فرد. بارك الله فيك. وكنا ثلاث مراتب. نعم نعم. جائز. فرد كسائي. فرد عيني. نعم. أنت الآن أراك تقفز ولا تأخذ بقدر العزيان من قضية الشباب، تقفز من كل الجواز إلى أنه فرد كسائي. صحيح ولا لا؟ نعم. لا نحن لسه ما انتهينا. نمشي مع الجائز. نعم. نمشي مع الجائز. أحسن. بارك الله فيك. الآن نقول نحن أن الجهاد هنا جائز. صح؟ طيب. ولا إشكال ولا ريب في هذا القول إطلاقا. يعني ما يرد عليه إشكالات كما ذكرت بالنسبة للفرضية. أسأل الآن. يرد عليه إشكالات؟ تحول هنا نشوف. هات نشوف. يعني بمطلق الجواز طبعا لا يرد عن الاشكالات التالية. وفي مقيد جواز يعني بالتفصيل المذكور انه الان المسألة تخرج عن كونها جواز وغير جواز الى مسألة اكبر، مسألة لعبة سياسية. لعبة سياسية. ونحن انتهينا منها يا اخي. كيف ننتهي منها وهي باقية؟ انتهينا منها. كيف التالي؟ ما قلنا انفا ان نحن نقول جاهدوا أعينوا جماعة دون قبل أن يغلق الباب، لأن القضية فيها سياسي. مثل ما صار في فلسطين، أنا قلت في تشكيلات، أنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان، هذه كلمة ربما ما سبق لأحد إليها، ربما تعود أفغانستان فلسطين ثانية. وهنا عبد الله سمع مني هذا المرأة وتغير. نعم سمعنا مثل الأشياء. أنا أخشى هذا، لكن نحن لا يجوز لنا نفسه مجال لتصبح هكذا. يعني هلا لو فتحت الابواب للجهاد في فلسطين نقول انه في هناك لعبه سياسيه ولا نجاهد؟ طيب الان بارك الله فيك، انا اكون لك كما كنا لشيخنا مثلا، اما جائز واما فرض كفايه واما فرض عيني، في احتمال ثالث؟ طيب خلينا على الاحتمال الاول. اتفقنا مع الشيخ انه هذا الجهاد هناك جائز، ثم قلنا له في شيء اشكالات فاستعمل لأخيه عليهم. ففي عندك شيء نسمعه إلا النص السياسية اللي هو مذكرة في اللعبة السياسية. لا إذا سمحت هو ينتهي تحقيقها مقبولة أرجع إليك وأخذيك وإليك. الذي عندي فقط هي القضية السياسية هذه. يا أخي هي موجودة عندي بارك الله فيك، لكن القضية السياسية هل نستسلم لها سلفا وندع تلك البلاد لقمة سائرة للعب السياسي، أن نقوم بما يجب علينا؟ طيب أنا يقع في الآن في نفس الشيء، إنه ألا يقال يعني أن تكون تلك لقمة سائرة أفضل من أن نكون نحن وإياها لقمة سائرة؟ أنت تتكلم عن الآن أم ما سيكون في ما يأتي من الزمان؟ هل تتكلم عن الشاهد أم عن الغائب؟ لا شك أنك تتكلم عن الغائب، وهل الله يقول لك كبير إذا من البحث إسلاميا؟ لا. فإذا ما لكم؟ حتى الشاهد الآن هم كذلك، هم يلعبون الآن حتى بالشاهد. يا أخي هم يلعبون، لكن كان سؤالي ماذا يكون موقفنا تجاه هذه اللعبة؟ إذا كنا نستطيع أن نعمل على عملا نفسد عليهم هذه اللعبة أو جانبا منها، ماذا ينبغي يكون موقفنا؟ أنت الآن يعني مع الأسف تترك البحث اللي يتعلق بنا وتبحث فيما يفعله غيرنا من أعدائنا وخصومنا، إنهم يفعلون كذا وكذا، يلعبون يعني يخططون ليلا نهارا، وهذا أمر لا يخفى على الناس، كل الناس حتى الشيخ الذي لا يشتغل السياسي، وهو نفسه قرر لكم آنفا أنه قال من سنين، حتى بعض الناس لما سمعوا كلامي في الحجاز بأنه يجب، قالوا هذا ينافي كلامك منذ سنة أو سنتين، قلنا أنا هات الشريف، وإلى الشريف أنا بقول فيه أخذ حذري أن تعود المعركة هناك كما وقع في فلسطين. قلنا هذا شيء هو تنبؤ سياسي بصحة التعبير، وكل يجب علينا أن نغيث ذلك
هذا شيء آخر. فما في عندي تناقض أنا في الموضوع. فإذا نحن الآن لما نبدأ، ولا تؤاخذني أنا الآن عندي من الجرأة أن أقول لك لا لغيرك، لما نبدأ من صنف الأمور كذا فتترك من اتفق عليه وتدخل في موضوع ثاني، هذا معناها مخلف البحث. لا يعني الآن بدنا ننتقل للقطع الثاني. إذا كان ما عندك إشكال ولا الأستاذ عنده إشكال كما سمعنا أن هذا أمر جائز، بننتقل لمرحلة ثانية. شو هي المرحلة الثانية؟ فرض كفائي أم ليس فرضا كفائيا؟ الآن أعطوني جواب كل من مثلا بقي في نفسي سوي حتى من هذا الحاجة منه المرحلة الأولى ما قلعت تفضل. أقول المرحلة الأولى صحيح. أولا بالنسبة للموضوع للتكافؤ، يعني أفرض أن نحن خرجنا الآن على يعني اختلاف عقائدنا، تسمح؟ هل هذا له علاقة بالجواب؟ نعم هذا الكلام لا علاقة بالجواز. طيب أنا إذا سمعت إذا سمعت لا علاقة بالجواز تأييدا أم نفيا؟ نعم يعني هذا الذي سوف أقوله نفيا، يؤيد الجواز أم ينفي الجواز؟ هذا اللي كنت أخافه. أنا بالبحث هذا ما أريد أن أنتقل منه حتى أقتنع. معليش أنا معك، أنا معك بارك الله فيك، بس أنا أسلوبي في البحث حتى أولا من ضيع على أنفسنا ومن ضيع على السامعين. مش كل السامعين بارك الله فيك نفترض فيهم أنه نتكلم في الموضوع خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة وبعدين خلاص بيفهم أنه جائز ولا مو جائز، مش هيك نفترض. وإنما نفترض خير الكلام ما قل ودل، لكن هذا لا يمنع الشرح. لا يمنع الشرح. فأنا الآن تكلمت أنه إما جائز وإما فرض كفاية وإما فرض عيني. قلنا هل هناك إشكال في كونه أمرا جائزا؟ تقريبا وصلنا إلى اتفاق أنه أمر جائز. ظهر منك الآن ما عندي مانع أسمع منك، لكن هذا الذي تريد أن تشرحه وأن تتكلم حوله هل هو يؤيد الجواز؟ يعني يريد أن أقول إن كان يؤيد الجواز انتهى منه، وإن كان ينقض الجواز نسمع منك. تفضل. أقول موضوع الآن نحن لا نشك بأن ضعف الإيمان موجود عند المجاهدين. والله اسمح لي لأن أنا خايف كمان أكون أنا شرطت معك على موضوع نحن نقول جائز، يعني بالنسبة للأوانيين. نعم كمان الأوانيين هو جائز لهم؟ لا قلنا جائز بالنسبة للأوانيين على أساس ضعف إيمانهم أو قوي من أجل أن يدافع عن أنفسهم ويسد العدو، لكن نحن بالنسبة لنا الآن نقول نخشى على إذن. هلا فهمت شيء جديد، يجوز الأفغانيين ولا يجوز غير الأفغانيين، هذا شيء جديد. ما أقول يجوز للأفغانيين، أقول يجوز للقاطعين المواجهين للعدو بما فيهم الأفغانيين بما فيهم حتى الباكستانيين عن المجاورين، لكن نأخذ القوة الإسلامية كلها ونقدمها لقمة سائغة لأعدائنا. هذا كلام خطاني بارك الله فيك. ما خطاني لما تقول نقدم لقمة سائغة، هذا مبني لأني أعرف عقيدتك. هذا ما يمكن تقول العقيدة. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. أنا بقول هذه لغة خطابية لأنه معناها استبقنا المقدمات وقدمنا نتائج. أنت تقول نفذي لأولادنا بناء أنه هذا هو واجب، لكن نحن بدنا نبحث قبل كل شيء هل هو واجب أم لا. طرحنا البحث يكون واجب، نبحث هل هو جائز أم لا. فالآن لا تستبق النتائج ولا تقول كيف نكره أولادنا ونرميهم. وين عم نرميهم؟ إما في التهلكة وإما في النجاة. يا ترى هذه تركة تهلكة ولا نجاة؟ لسه ما بعدنا الموضوع 4000 غير متدربين إذا سمحت. لكن بارك الله فيك خليك معي في البحث العلمي، وهذا الذي خوفتني به أخيرا هو يضطرني الآن أن أبحث معك الموضوع ليس في كما قلت وسعت الموضوع. أنا راح أضيقه شوي من أجلك. أنت وسعت الموضوع، قلت بالنسبة للأفغانيين ومن حولهم الباكستانيين. أنا إذا أردت رأيي من ناحية سياسية بقول لك أنت مخطئ في هذا العطف، شايف كيف؟ ولذلك أنا بضيق الخطأ حتى هو بالنسبة لك مش بالنسبة لي، وبرجع للأفغانيين فقط. الآن الأفغانيين سؤال وأرجو أن يكون جواب موجزا وقاطعا. هل يجوز لهم الجهاد والدفاع عن بلادهم أم لا؟ يجوز.
في إشكال؟ ما في إشكال. أن يرجع إشكال السابق؟ ما في إشكال. ما في إشكال. أنا من أول متفقين على هذا وقلنا نحن أيضا ندعوهم. جميل جميل جميل, جميل جدا. وندعو لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني, هل يجب على الإيرانيين أن يدافع عن بلادهم؟ إذا كان هذا لا بلاش, إذا كان أن تفكر ما شئت, فكر بارك الله فيك ما شئت, أنت حط شروط ما شروط ما يجب علينا ندافع عنها. نعم مثل أبو أحمد سن السجل يجب عليهم الجهاد. نعم يجب, تقولون يجب. طيب السؤال الثالث ولعله الأخير, يجب عينيا أم كفائيا؟ عينيا. نعم عينيا. جميل, لماذا يجب عينيا وليس كفائيا؟ لأنهم مداهمين من قبل العدو, والعدو يريد لو أن قاتلوا أو لم يقاتلوا هم مقتولين, كم يقاتلوا أشرف واحد. جميل جدا. هل يجب عليهم وجوبا عينيا لأنهم مسلمون أفغانيون أم لأنهم مسلمون؟ لأنهم مسلمون أيضا ولأنهم أهل البلاد. اولا هو افغانستان, حتى ولو لم يكونوا مسلمين وجوب مدافعة العدو اذا قابلك واجب عليك. هذا غير وارد بارك الله. هي عدو قابلك. لا قابلك الان احكام شرعية, تلك احكام وطنية. اما الان القتال وطني يا شيخ, هؤلاء الان لو بعثنا في نفس القتال مع بالنسبة للجماعة هؤلاء وقلنا لهم انتهت المعركة واستلمتم بلادكم, ما الحكم؟ ما من يدوا الجماعة حكم بالإسلام؟ ما الحكم؟ كيف ما؟ في الفقه الحنفي. كيف ما؟ في الفقه الحنفي معروف الإسلام, لأني أنا ذهبت هناك للتوعية وأدرس. إذا تكلمنا عن أي مسألة يعني تنافر الكتاب والسنة تقول هل قال هذا وحني وإلا ما قال ورد وإلا ما ورد. بارك الله فيك, هذا أمر معروف ومعروف لديكم انه في طوائف سلفيين هناك ايضا ككل البلاد الاسلاميه في سلفيين لكنهم قله. لكن اليس هذا بارك الله فيك ايضا انتقال من موضوع الى موضوع اخر؟ انت ولا مؤاخذ نقلت انا من موضوع الى موضوع اخر, وهو حتى لو كانوا غير مسلمين يجب عليهم يدافع عن بلادهم. هذا ما يقال بارك الله. لا يجب اسلاما, يجب وطنا, لان المسألة الان اذا اسمح لي العرف الموجود نحن نتكلم الان من ناحية الحكم الشرعي, الحكم الشرعي يجب عليهم اسلاما, يجب عليهم. طيب انا كان سؤالي الاخير بارك الله فيك, هل يجب عليهم باعتبار المسلمين افغانيين ام يجب عليهم باعتبار المسلمين سواء كانوا افغانيين او كانوا غير افغانيين؟ مسلمين فقط سواء كان أفغانيين أو غير أفغانيين. بارك الله فيك, هذا هو الرد بكامل كل جوابك. نعم. إلى أين الباكستانيين اللي هم جوالهم يجب عليهم إعانتهم؟ هذا أنا قلت لك. معليش قلت لك يجب عليهم. نأخذها منك الآن رويدا رويدا. هؤلاء يجب عليهم, لماذا وهم ليسوا أفغانيين؟ لأن بلادهم قريبة جدا من الأفغانيين. أي يأتيك السؤال وهو الأخير, إذا كانت هذه البلاد القريبة لا يحصل فيها تغلب المسلمين على عدوهم, ألا يجب على البلاد الأخرى المجانبة للبلاد القريبة أن يساعدوهم أيضا؟ بس الواقع الآن أن نقول اسمح لي ما أجبتني ما أجبتني بارك الله فيك. أنا أقول أن الواقع الآن الأفغانيين أنفسهم يكفون, لأن اللي بيقاتل روسيا كلها ما تقاتل في أفغانستان, ومن الذي يقول أن روسيا بكاملها خرجت لقتال كل خروج عن موضوع ما هو خروج يا أخي, لأنه الآن المشكلة لو يعني الإخوان اللي وصلوا إلى هناك وعرفوا العدد المقاتل من الروس والأعداد يقولون أنه أقل عدد من الأفغانيين الموجودين هناك, فمثلا ما وصلت إلى ما نتصوره نحن, كل تهريج سياسي. هذا لماذا لا تقول هذا الكلام؟ لماذا لا تقول هذا الكلام بالنسبة للباكستانيين؟ أنا قلت لك إذا اضطر الأمر بقول الباكستانيين إذا اضطرهم الأمر واحتاجوا يجب عليهم, لكن أنا أقول لك الآن الأفغانيين الموجودين يفضل. يا شيخ حمد الله بارك الله فيك, نعم. لما بتقول إذا اضطرهم بنفس القيد, إذا اضطر البلاد الأخرى ألا يجب عليهم واجب على الباكستانيين؟ واجب على كل مسلم. هذا هو الأفغاني. هذا هو الذي أنا معك, لكن متى عندك حاجة؟ اسمح لي الحاجة ما وصلت إلى حسنا حسنا.
كيف ما وصلت الحاجة؟ الآن أنا أصلي قرضية خيالية مع الأسف بالنسبة لواقع المسلمين مؤسف. لو نهض المسلمون كلهم في كل العالم الإسلامي نهضة واحدة ليدافعوا ويساعدوا الأوانيين في بلادهم، أتظن أن المعركة استمرت 8 سنوات؟ لا. نعم. أجبني بلادي. أنا أقول لماذا لم أفعل هذا في فلسطين؟ هذا سابق أنت أجبني قبل كل شيء. أقول أنا أفترض فرضية وآسف أنها فرضية ويجب أن تكون إيش حقيقة واقعية. لو أن المسلمين جميعا نهضوا نهضة رجل واحد وساعدوا الأفغانيين على الروس، أكنت ترى أن الحرب هذه تستمر 8 سنوات؟ طيب هل مثلا هذا الوجوب؟ ما يجوز شيء. الجواب لا. لا 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 هذا الجواب لا وسر منه. وبعدين لا ما قلت شيئا عنه. لا يجب أن نبني عليه. هذه مرة ثانية. صدق. أنا بقول بارك الله فيك. إذا افترضنا أن المسلمين جميعا نهضوا نهضة رجل واحد لمساعدة إخوانهم المسلمين الأفغانيين منحرفين عن الإسلام، هاي بقول بيان الواقع، لمساعدة أفغانيين هؤلاء على الروس، أكنت تظن أن الحرب هذه تستمر 8 سنوات؟ لا تستمر. نعم. لو أنهم فعلوا ولكن لم يفعلوا. إذا استمرار الحرب بين المسلمين هؤلاء وبين الروس أليس سبب تقصير المسلمين في إمدادهم؟ ما في شك فيها. لكن شيخي إذا اسمح لي أقول لك كيف هالشيء؟ هل هذا خاص في أفغانستان وإلا أيضا؟ لا لا لن جرى إلى هذا. أرجوك اسمح لي لا تنقل الموضوع. الإسلام كله واحد. لا هذا بلد مختلف. الموضوع ثاني. لكن الآن نحن وصلنا لنتيجة مهمة جدا، أنك اعترفت أن المسلمين لو أنهم كلهم قاموا قومة رجل واحد لما استمرت الحرب 8 سنوات هناك. إذا فلماذا استمرت؟ أليس بأن المسلمين قصروا؟ اعترفت بأنهم قصروا، فإذا تقصيرهم هذا هو لأنهم ما قاموا بالواجب عليهم. لكن لماذا نقصر هذا على أفغانستان؟ عندنا قبل أفغانستان. من قال لك يا شيخ نحن قصرنا هذا؟ ما أظنك أصبحت شيخا مثلي تنسى سريعا. أنا آلفا قلت لإخواننا أنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. نسيت هذا الكلام. أنا لا أفرق بارك الله فيك. الآن إذا كان من عندكم ولا من هنا ولا إلى آخره بيروح بيجادوا في أفغانستان، هل بينزلوا بالهليكوبتر ولا بيجاوزوا بعض الحدود؟ جاوزوا بعض الحدود. هذه لكن لكن اسمع كثير الكلام. هذه الحدود الآن مفتوحة، فإذا ما أغلقت هل يمكن الجهاد هناك لغير الأفغانيين؟ إذا أغلقت الحدود بين باكستانيين وبين أفغانستان ممكن الباكستانيين أن يجاهدوا، وأنت قلت لأنه واجب عليهم لأنه مجاورين يمكنهم؟ لا صريحة لا يمكنهم. إذا أنا هذا الذي أخشى ما أخشاه، أن تغلق الحدود وتصبح أفغانستان فلسطين ثانية. أنا قلت هذا آلفا وقلته منذ 2 أو 3 سنوات. لكن هذا كله يجب أن لا يغير من فكرتنا العقيدية الحكم الشرعي. أنا أقول الآن سؤالا واضحا جدا، ألا يجب على المسلمين جميعا أن يجاهدوا في فلسطين؟ يجب. طيب وجوبا كفائيا أم عينيا؟ متى؟ عن الآن؟ لا بقول الآن وقبل الآن وبعد الآن. ألا يجب على المسلمين أن يجاهدوا في فلسطين؟ يجب عليهم لكن مع التنظيم، ما هو بدون تنظيم. سبحان الله. هذا هو. أما الآن بدون تنظيم والله ما يجب عليهم في رأيي. لكن إذا كنا وجوب الواقعين. أنا أريد أن أعيش مع الواقع. أنا الآن الذي أرى هاي وهذا الذي انقدح في ذكري وما أدري لا الواقع ما أدري الحكم الشرعي بارك الله فيك. أنا أقول الحكم الشرعي هذا ينبني عليه يا شيخ خروج ناس بدون استعداد، وقد خرجوا الآن، خرجوا ورموا أنفسهم في مشاكل وهم ما يعرفوا شيء. فالآن أبناءنا أكثرهم خرجوا الآن وهم لا يعرفوا شيء، لا يعرفوا كيف يمسكون البندقية، ونحن نعرف خالد بن الوليد في المعركة في معركة اليرموك ماذا فعل؟ انسحب لما وجد القوة غير متكافئة. فنحن الآن ما عندنا ما يكافئ العدو، والعدو بيلعب بنا. أنت حكمت على المسلمين بالإعدام. والله الواقع
يا شيخ أنا شيخي واقع حلو ولا مو واقع؟ ما له من دافع أنا ماذا نفعل؟ لكن أنا بقول ماذا تفعل؟ ما تغير عقيدتك. أنا ما أغير عقيدتي، أنا ما أغير عقيدتي، لكن أنا أخاف أيضا لعقيدتي. بارك الله فيك. لما بقول لك ما تغير عقيدتك تسألني شو بتعني ما تغير عقيدتك؟ أنا عقيدتي الآن يجب الجهاز في فلسطين وجوبا عينيا على كل المسلمين. لما بتقول هذه بلاد يجب ان يدافع عليها، هذه منطق غير اسلامي. البلاد الاسلاميه كلها بلاد المسلمين، وعلى جميع المسلمين يدافع عنها. لما بنبحث في المسلمين غير الافغانيين بيجي الكلام الخطابي انه عين يقال المخرج. لا، انا بقول اول من يقول لا، لكن لماذا يقابل الافغانيون الروس بالمخارج؟ طيب ليش هناك واجب وخارج الحدود الافغانيه ما هو واجب؟ ما في جواب، سوى الأمور عاطفية محضة. أنا أقول يجب على كل المسلمين المستطيعين أن يساعدوا إخوانهم دون ما دام الطريق مفتوح. أما أنتم تعتبروا أن هذا هو فخ للمسلمين؟ لا لا لا، هذه مشكلة. أنا أعتبر هذا الفخ الموجود، وسوف والأيام إن شاء الله تبين لنا هذا. إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله. لكن المعروف إسلاما أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. أما من قاتل وطنية ودفاعا وأصبحت الوحدة الراية غير موحدة، فهل يوجد مصر بدون توحيد راية؟ ألا أرى أن الراية ما دامت غير موحدة النصر لا يكون واقع ولا يحصل. وهذه يعني أمور معروفة عن يعني يعرفها كل إنسان. شوف يا شيخ، نحن تكلمنا كثيرا حتى نخرج من نتيجة. نعم. هل تستطيع أن تلخص الفرق بين رأيي ورأيكم؟ لا لخص لا عندي شيء فرق. الله، أنا أقول فرق بين النظرة السياسية وبين النظرة الشرعية. النظرة الشرعية توجب على المسلمين في كل عالم إسلامي نصرة هؤلاء الذين تعترف أنت وغيرك بأنه يجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم، وأن يقاتلوا. أفهم من كلامك الأخير وأن يقاتلوا الروس وجبروت الروس الحربي بالمخارج. هؤلاء الأفغانيون الذين يجب عليهم أن يقاتلوا الروس ويقابلوهم بالمخارج، هذا واجب عليهم. أنا أقول ما دام أن هذه البلاد إسلامية وهجمت بكل الوسائل المدمرة الحربية الحديثة، فعلى المسلمين في هذه الحالة ما عليهم أن ينتظروا ليصنعوا الآلات الحربية ويتمكنوا من مقابلة السلاح بنفس السلاح، وإنما عليهم الآن أن يفعلوا ما يستطيعون وأن يحملوا ما يستطيعون من سلاح، كما هو الشأن بالنسبة للأفغانيين. أنا لا أفرق بين أفغاني وبين باكستاني وبين سعودي وبين خليجي وبين إلى آخره، كل هؤلاء مسلمون وبلادهم هجمت وهي بلاد إسلامية يقينا، وآل هذه البلاد يقاتلون الروس بالمخارج. فأقول يجب على البلاد الإسلامية الأخرى أن يساعد هؤلاء إما بنفس السلاح أو بأحسن منه إذا كان عندهم استطاعة، وتقاعسهم عن جهاد هذا معناها وضعهم تحت مسؤولية المؤاخذة من الله عز وجل. إثم على الجميع. نعم، إثم على الجميع باعترافك أنهم لو قام المسلمين قومة رجل واحد وناصروا هؤلاء الأفغانيين ما أخذت الحرب هذا المجال الطويل 8 سنوات. هذا من ناحية شرعية. من ناحية سياسية أعتقد كما تعتقد تماما أن هناك في لعبة في مجلس الأمم توضع للمسلمين ليس في هذه البلاد فقط وفي كل البلاد أيضا، ربما في بلادنا في عقر دارنا في لعبة ونحن ما ندريها ولا ما نعرف فيها، لكن هل هذا يعني أننا نتقاعس عن مساعدة هؤلاء الإخوان المسلمين هناك بغض النظر عن نسبة إسلامهم قوتهم فهموا إلى آخره؟ هذا انتظرنا منه. فاللعب السياسي شيء والواجب الديني الإسلامي شيء آخر. هذا هو الفرق بيني وبينكم، بمعنى أنا أشارككم في أن هناك لعبة ويراد جعل أفغانستان لقمة سائغة للروس وضرب بعض في بعض كما هو الشأن في فلسطين تماما، لكن هذا مذبحة للمسلمين. ها
لكن هذا لا يعني أن المسلمين يدعون إخوانهم المسلمين يقاتلون بما عندهم من سلاح وبما عندهم من أشخاص. ثم أنا أجد تلاطما كبيرا جدا من جهة بتقول نساعدهم بما نستطيع من مال ومن سلاح ومن إلى آخره، ولماذا لا نساعدهم لا نساعدكم نساعدهم بكل ما نستطيع؟ ما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ نعم، الذي يفرق بين هذا وهذا هو أن 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 هؤلاء الأشخاص الذين نذهب بهم إلى هناك عندهم واجبات أخرى غير الجهاد. وأنت تعرف والكل يعرف أن أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما جعلوا من كل المسلمين مجاهدين. هذا ولا نأخذ هذا خلط بين جهاد الكفائي وجهاد العيني، بارك الله فيك. هذا فرض عيني دفع الروس من قبل الأفغانيين، فرض عين على الأقل بالنسبة للأفغانيين، هذا أمر متفق عليه صح ولا لا؟ نعم، بس هذا متى يكون الاتفاق عليه؟ اسمح لي هذا يقول صح ولا ما صح؟ لكن إذا كان العدو غير قادر ولا إذا كان قادر؟ إذا كان العدو مستطيع نحن ما يمكن أحد منا أن هؤلاء الذين يلعبوا بالفرضيات. أنا عم نقول واقع، عم نقول إذا توازن القوى الآن، عم نقول إذا معناها عم نفترض. نحن بنعالج الواقع، هذا الواقع إما هو فرض عين وإما هو فرض كفاية. فأنت الآن جبت حجة هي حجة صحيحة لكن ما تصدقها هنا. الحجة أن الرسول مو كلهم نفروا معه، لأنه ذلك في سبيل نقل الدعوة، لكن إذا هجموا في عقل دارهم فيخرجون كلهم جميعا. صح ولا لا؟ في فرق بين المهاجمين الآن في عقل دارنا هنا فكريا اقتصاديا وهذا، ولا احنا مهاجمين؟ الله أكبر يا شيخ عبد الله، بارك الله فيك. نعم، ماذا ترى إذا كانت بلاد من البلاد الإسلامية هي بلاد إسلامية لكن مهاجمة فكريا، إذا هذه البلاد الإسلامية هجمت في عقر دارها بالذين نقلوا الأفكار إليها أينا شر؟ مش واضح سؤالي. نفترض بلد إقليمين، كل إقليم إسلامي، أحد الإقليمين مهاجم في أفكاره لكن ليس مهاجما في عقر داره، رحمك الله. الإقليم الثاني مهاجم في أفكاره وفي عقل داره، أينا شر؟ ما في شك أن المهاجم من الناحية. طيب، ألست ترى أن نكون في موضوع وتنتقل معنا في موضوع تنتقل معنا موضوع ثاني؟ أنا بتكلم عن المهاجم من القسم الثاني، صح؟ يعني هو أمر تيجي تقول أنت بتجادل بتلي نحن مهاجمون في أفكارنا، مين قال لك لا لسنا مهاجمين في أفكارنا؟ ليس البحث بارك الله فيك في هذا، البحث في النوع الثاني، اقليم كان مهاجما من 100 سنين في افكاره وهذا اللي انتم بتدندنوا حوله وتفتحوا معكم فيه، لكن الان هجم في عقل داره، فهل نرمى بهذا الهجوم بحيث يصبح من النوع الثاني مهاجم في افكاره ومهاجم في عقل داره؟ والله هذا عين الخطا يا استاذ. الله المستعان. انا عارف، أنا أعرف جيدا، وقبل يمكن الناس ما يصرحوا أن أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان إلى فلسطين ثانية، لأنه أعرف أن الروس ما تهاجم هذه البلاد إلا كما يقولون اليوم في التعبير العصري، وقد أعطي لها من أمريكان الضوء الأحمر الضوء الأخضر. ركزت بصورة أخرى، لم يتغير الوضع في كتب الجرائد وكذا أنه الآن في اتفاق بين روسيا وأمريكا. المهم سيدي أنه مهاجمة روسيا لأفغانستان ليس ضغطا للأمريكان، وإنما خط موضوع بينهما مصالح متبادلة، هذا من ناحية سياسية، لكن هذا لا يعني نستسلم نحن للأمر الواقع يا جماعة. بس وهل نسلم إذا لم نستسلم؟ كيف؟ نسلم؟ ما هو نرجع للكلمة نسلم لماذا؟ نحن الآن نعرف أن نسلم أن كفتهم راجعة. كفة مين؟ كفة الأعداء، لأن احنا عندنا الذنوب والمعاصي، وعندنا زد على هذا الشركيات، وعندنا عدم التكافؤ في السلاح، وكل هذه الطوام يعني كفيلة بأن تجعلنا لقمة سائغة لهم.
أنت نسيت ما قلت يا شيخ عبد الله. نعم شيخ. قلت لو أن المسلمين قاموا بواجبهم ما كان الاتحاد ثمان سنوات. هذا من الأساس، لكن أين نحن اليوم في الأول حتى نقوم الآن؟ إيه نحن كنا اليوم سنظل اليوم ولا نعرف الموضوع بمثل هذه التعليمات والتوجيهات؟ لماذا لا نؤكد هذا اليوم وكل يوم نتاهل كهر؟ لماذا لا نعالجهم فكريا قبل أن نساعدهم؟ بقول لك لا ما يقبلوا منا. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه ما في مجال؟ العكس انا بقول في مجال. انت ذكرتني الان بشيء قلت في امنيتي الاخيره. الجهاد في افغانستان ذهاب يعني بعض الشعوب الاسلاميه التي جمعت بين الفكر السلفي والعقيده السلفيه وحب الجهاد في سبيل الله. هؤلاء لهم مصلحتان في الذهاب إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله. نعم. المصلحة الأولى هو ما كنا نتحدث فيه إعانة الأفغانيين في دفع هذا العدو المهاجم لبلاده، ثانيا لنقل الدعوة السلفية إلى أذكار هؤلاء. تصور أنت معي الآن وهذا أعتقد تماما ماذا ستقول إذا استقرت الأوضاع وقامت دولة إسلامية مهما كانت نوعها في أفغانستان حلهي. يمكن أنت أن تذهب هناك وتكون داعية؟ أجبني بصراحة. أجبك بصراحة ذهبت ولقيت التعبير. أنا ذهبت الله يجي عم أقول لك أفترض أن استقرت أمور قامت دولة أفغانية وتصور هذه الدولة كما تحسن ظنك أو تسيء على كيفك هل تستطيع أنت أن تذهب داعيا للعقيدة والتوحيد؟ الواقع يجعلني أقرب أني أستطيع لا أستطيع ما بشهوك ما تستطيع ولا تستطيع أوف أنا بقول لك ما تستطيع ما أستطيع قالي ليش ما تقول ما أستطيع لماذا ما تقول أنا هذا الذي يجنني أنا أحب أن تأيض الرجال سبحان الله طيب الآن يعود السؤال الآن أنت وأمثالك يستطيعون أن يقلوا هذه الدعوة لأفغانستان؟ كلها صريحة مش مغمضها أنا كلها صريحة أحكي لك قصة وهي تقول عني أحكي لك قصة لا أبدو أنا لا أبدو أنا تغنيني والحر تكفي الإشارة تغنيني عنك كلمة صريحة في العبارة ما أستطيع الآن الآن ما تستطيع لأني ذهبت ولم أستطع وجدت في أحد المجاهدين وأنا أكلمك في هذا أحد المجاهدين وجدت في رقبتي قلادة في معسكر قلب الدين وطلبت منه القيام فقام فقلت له أخي ما هذه قال هذه من أجل الروسي هذه من أعراق من الروسي قلت يا أخي ألا تأتمن من جاهدت في سبيله أن يحفظها بدل من هذا فما جاوبني وبقي على ما هو وقام أحد الإخوان كان معنا زميل عندما ذهبنا إلى الفندق مع الأسف الشديد انتدبوا معنا وهو لا يتكلم عن العقيدة هناك بس موضوع سياسي وسياسي وتهويش وأشياء هذا شغله لا من هذا معك الله نعم لا من وقام عليه وقال لي أنت مشوش إيش هذا التشويش هذا من إخوان مسلمين هذا من إخوان مسلمين لا أنا ما أقول لك هذا كلمته تشويني أنه من إخوان مسلمين أقول لك أنا قلت من الإخوان المسلمين أنا بقول لك نعم إذا كان الإخوان المسلمون احتلوا الساحة هناك وأنتم فأفسحتم لهم الطريق وقلت لهم تفضلوا ونحن ها هنا قاعدون هذا نصر للدعوة ولا تهذيب لها؟ هذه واحدة لكن الأخرى اسمح لي الأخرى بارك الله فيك أنت تأخذ وهذا خطأ في العلم لا يخفى على مسلم أنت تأخذ من جزئية قاعدة ثم تبني عليها على هذه القصورة أن وقع لك مثل هذه القصة ترى ما التقيت يعني ربك ما أنعم عليك بحادثة أخرى التقيت مع إنسان وجدت مخطئ في رأي في عقيدة إلى آخره ونصحت وتقبل منك لا لا ضد هذا شايفين هذا خطأ لكن شيخ اسمح لي بارك الله فيك فما يجوز للمسلم أن يبني على قصة قاعدة أنه أنا والله صار معي كذا وكذا إذا أنا ما أستطيع أن أكون هنا داعية لا يا سيدي لكن أنا أسمح لي أقول لك أروح لا باستطاعتك لكن أنت نسيت السؤال أقول ولو لم أستطيع أن فمعناها سيغلق الباب امام الدعاة السلفيين ولذلك فاهتبروها فرصة هل يطمع يعني نحن الان بان يجعلوا منا وزراء ولا مشاركين انا بقول هيك انا بقول هيك اقول يعني كيف نطمع بالمخالطة وبالدعوة نفس طريقة الرسول عليه السلام ما الذي يفعل الرسول الا الى سبيل ربك بالحكمة الى اخر الايه انت لست بحاجة للتذكير هذا
بارك الله فيك. أنا أريد أن أقول ثمة فرق شاسع جدا بين الوضع الآن وبين الوضع الذي سيكون باتفاق الفريقين. باتفاق الفريقين الوضع الآن يسر للقيام بجهاد من نوعين: جهاد الكفار من ناحية وجهاد المبتدعة من ناحية أخرى. بينما إذا وقعت الواقعة وقامت الدولة الأولانية سيغلق الباب باب الجهاد بقسميه، وأنت تعترف بهذا. لذلك لماذا الآن نغلق الأبواب أمامنا ونقول كيف نلقي بأرواح شبابنا وطلابنا وإلى آخره؟ يا أخي خذوا روحه يقاتلوا في سبيل الله، وإنما العمل بالنيار. بعدين يجاهدوا يعلمهم ولا يقاتلوا بنت عليهم. تنتين أقول جهادين بارك الله فيك. أنا بقول الآن تهتبل الفرصة ويقوم شبابنا السلفي هناك بجهاد الكفار من جهة وبجهاد الأولانيين في أفكارهم وفي عقائدهم وفي تأويلهم. هذه فرصة لا تسمع فيما بعد أكيد. يعني أنا لا أتصور أبدا، وأرجو أن الشيخ عبد الله يفهم جيدا، أنا لا أتصور أنه إذا ما بين عشية وضحاها ورفع علم الدولة الأفغانية الإسلامية، أنا لا أتصور حتكون دولة توحيد. طيب لكن هذا لا يعني أننا نحن لا ننصرهم ولا نساعدهم، لا سيما أنه الآن نستطيع نساعدهم مساعدتين: نساعدهم على عدوهم الخارجي ونساعدهم على عدوهم الوطني. والله إذا صرصت الدار هذه على مساعدتهم العلمية وتثقيفهم وتعليمهم. النقاط اللي نحن ندندن فيها الشيخ عبد الله ما عم يدندن معي فيها، وهو يعرف حديث كلنا حولها يدندن. أنا بقول هذا الكلام يرد ليس فقط على السعوديين فنخصهم فقط انه بروح بعلمه، يرد ايضا عن الباكستانيين. فما الذي فرق بين الباكستاني وبين السعودي؟ لماذا تقول يجب على الباكستاني ان يساعد الافغان مادة اي قتالا وعلما، وتقول في السعودية لا يجب عليه قتالا وانما علما؟ هذا التفريق بقول اقليمي، يرد عليه ما يرد على الباكستاني. باكستاني مسلم، ايوه باكستاني مسلم، ونحن بحاجة اليه ايضا. انا قلت هذا مستنفر وذاك مستنفر، لان الحدود واحدة، الباكستاني والافغاني في حلق العدو. لكن الباكستاني لم يهاجمون كيف بعض بلاد باكستان هجمت من بعض الجهات، هجمت لكن غير مهاجمين. بين عشية وضحاها يتوقع هذا متوقع. لأننا قلت يعني هؤلاء لحكم الزوار يتوقع المهاجمة غصب وجوب. على كل حال نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. ها كيف؟ إما تخص بسم الله. هل يجب الجهاد مع تخلف الوحدة؟ أنا لا أزال أقول أنتم تبحثون في الجهاد بصورة عامة مطلقة، أنا أقول في جهاد فرض كفائي هذا يحتاج إلى وحدة قيادة، فرض عيني. تعرفوا اللي بيسموها اليوم ثوار، بلاد إسلامية هجمت، ناس من هون وناس من هون وناس من هون، قائدهم ما لهم قيادة، هدول بالطبع يعملوا كل وسيلة لفرض هذا الغازي. فإذا أنتم فكرتوا أنه بدأ قيادة لك معناها فتحتوا الطريق للكفار يهاجموا كل بلاد الإسلاميين، لا سيما إذا فهموا أن هذول ما بيتحركوا في الدفاع عن بلدهم إلا ما بيصير عندهم قيادة شرعية. القيادة الشرعية متعلقة بالفرض الكفائي، أما الفرض العيني فيجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة، ما يتأخر أحد منهم يستطيع أن يحمل السلاح. إذا استطاعوا مع الزمن أن ينظموا أنفسهم، ينظموا سراياهم، يضع عليهم رئيس عام وقوات الآخرين، هذا واجبهم، لأن ما لا يكون واجب إلا به فهو واجب. لكن ساعة الهجوم نقول لا، نحن ما نقاتل إلا حتى يكون علينا قيادة موحدة. الشيخ، القيادة ما هي موجودة هناك مرة ولا أنها موجودة في سبع قيادات مختلفة. وأنا بقول آمين آمين، بس هل أنت فهمت علي ما أقول؟ بالنسبة للجهاد فرض عين، إذا كان هجمة البلاد، إذا كان مثلا نفس عدد البلد المهاجمة أكثر من المهاجمة،
يكون فرض عين. هاي الإقليمية شايفة، هاي الإقليمية بذاتها هذه عم تأثر وتنخر في، يا أخي الإسلام مو هي أفغانستان وبس، الإسلام دائرتها واسعة، فإذا هجمت أفغانستان لا تتصور أن أفغانستان فقط هجمت، حتى تتصور أنت أنه إذا كانت أفغانستان ما تستطيع. ولذلك نحن نقول لماذا استمرت هذه المعركة 8 سنوات، لأنه تركت أفغانستان لوحدها. لكن لو قام المسلمون كلهم يدافع عن بلاد أفغانستان كما يدافعون عن بلادهم ما كانت هذه الحرب تطول هذه المدة الطويلة باتفاق الجميع. فلماذا أنت تفكر هذا التفكير المحصور أنه إذا هجمت أفغانستان من الروس، بلا شك أفغانستان ما تستطيع أن ترد يعني شر الروس، لأن الروس صليون سنين وأن يستعمروا بلاد إسلامية وبتوسعوا في ابتكار الآلات الجهنمية وإلى آخره. لكن لا تقف عند البلاد الأفغانية فقط لأنك مسلم. فنحن دائما في محاضراتنا خاصة اللي بيرفعوا رايتهم بأنه القرآن دستورنا إلى آخره أن البلاد الإسلامية كلها بلاد واحدة، لكن عند العمل بتلاقي كل واحد في بلده يعمل لمصلحة البلد ولا يفكر في البلد الأخرى. وهذا ما أصبنا نحن الآن بالنسبة لأفغانستان. فسؤالك خطأ، لأنه سؤالك إقليمي محض، أن الله لا تستطيع، وأنا بقول لك لا تستطيع. أقصد يا شيخ السؤال، إذا هجم إقليم وكان نفس الإقليم هذا أكثر من المهاجمين، هل يكون فرض عين أو فرض كفاية؟ فردين يا أخي، فردين أن يعملوا ما يستطيعون ولو أبيدوا عن بكرة بيهم، فردين. لكن أنا بفهم لسؤالك أنك عم تنظر للإقليم مفصولا عن الأقاليم الإسلامية الأخرى، وهذا كيف تصورت هذا السؤال؟ أولا أخذت جواب سؤالك؟ شلون؟ ممكن هو يقول الحكم سؤال برد الأخياني، عدد الأفغانيين أكثر من عدد الروس، يعني موجود الكفاية موجودة، فهل يفرض علي أنا وأنا في المدينة أخرج فرضا عينيا أن أساعدهم وإلا أبقى في المدينة؟ طيب الجواب الآن بعد هذا التوضيح، هل الجهاد يقوم فقط على عدد الأشخاص؟ أظن الجهاد لا يقوم فقط على عدد الأشخاص، صح؟ تتمة الكلام